جاي في فريق ما بيعرفش يلعب كوره مع مدير فني ما عندوش فكر كروي. اتفرج يا باشا، اتفرج على الرز بلبن اللي احنا بنلعب بيه. لعيبه منتخب مصر نفر نفر عملوا اللي عليهم، كلهم رجاله، كلهم ادوا بما يمتلكوا. بص يا عزيزي، المشكله ان اي فيديو هتروح تتفرج عليه واي حد هتروح تتفرج عليه هيبدا معاك الفيديو بالراحه وبنتكلم بالراحه ودردشه مصريه، واحد مصري لواحد مصري، او واحد مصري بيوري بقيه الدول العربيه وكستنا وخبتنا، يعني بيفضفض وبيقول الكلام اللي عنده اللي هو فاهمه واللي هو عارفه. والمشكله ان هو معظم كلامه بعد ما يبدا كلامه بعد ما يخش شويه في الكلام ويتوغل في المصايب اللي عندنا، بتلاقي بقى الحس بيعلى وبتلاقي الزعيق نرفزه. يا جدعان والله ما سهلة ان احنا كمنتخب مصر نخرج من دور الستاشر من الكونغو الديمقراطية بعد ما نتعادل مع موزمبيق، ونتعادل مع اسوأ جيل جه في تاريخ غانا، ونتعادل مع الراس الاخضر بعد ما كانوا مريحين سبع لعيبة، ونتعادل مع الكونغو ونخسر منها ضربات جزاء ونطلع من دور الستاشر في امم افريقيا 2023. اسباب خروج منتخب مصر: اتحاد الكرة الكوسة، المدير الفني اللي ما بيعرفش حاجة باتنين جنيه، الشرط الجزائي اللي المفروض يدفع المدير الفني علشان يتكل على الله او يخلصها تراضي، العقد اللي محطوط للمدير الفني ان شرط العقد عشان يكمل ان هو يوصلنا كاس عالم. يا راجل ده انت تتوكس، يا راجل ده انت تتوكس، ده في 48 منتخب هيروحوا كاس عالم، شرط ان هو يوصلك كاس عالم؟ ده انت لو ما وصلتش كاس عالم بلعيبه من غير مدير فني احنا نقفلها احسن. خلينا نبدا حلقتنا ونتكلم عن كل حاجه قلت لك عليها وعديتها لك على صوابع، ونتكلم عن كل التفاصيل. ولكن قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا، خليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي، حط لايك حالا بلا فعلا للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده ل 200 لايك، وحط سبسكرايب قناه عايزين نوصل ل 3000 مشترك. ويلا بينا كشف المستور واسباب الفضيحه المستمره المتجدده. امبارح بعد ما الماتش خلص ال 90 دقيقة او ال 120 دقيقة خلصوا، صورت رد فعل على ضربات الجزاء وقلت ان شاء الله ربنا يكرمنا وهتكمل بدعواتنا وهنعد من الكونغو. يعني الكونغو مش السنغال، مش كوديفوار، مش الكاميرون اللي البطولة اللي فاتت كنا بنلعب معاهم لاواخر الدقايق وبنحاول اللي احنا نخرج الماتش لابعد نقطة ممكن، لا اما نخطف يا اما نروح ضربات جزاء عشان هم منتخبات كبيرة. مش قدام الكونغو بندافع بعد ما اطرد مننا واحد، او حتى قبل ما يطرد مننا واحد عشان نوصل ضربات جزاء، عشان نلعب ضربات جزاء قدام الكونغو الديمقراطيه. بوصلك بس معلومات واحده واحده، ان احنا جايين النهارده كشف حساب المستور، هنكشف حساب المستور كله. يا راجل ده عملوا سكريبت، خلوا اللي بيدعم المنتخب وبيدعم صلاح غلط، وخلوا اللي ما بيدعمش صلاح وبيدعم المنتخب خلوه غلط، يعني خلوا الاثنين غلط. امال احنا امال مين اللي صح؟ هم اللي صح، مصالح هي اللي صح. يعني المصالح والكوسه والاداره هي اللي صح، مفيش اداره بنص جنيه، مفيش كوره، مفيش اي حاجه. هيكتور كوبرا لما كان عندنا كنا بنطلع بيه وحاطين عليه عشان ما بيلعبناش كوره، بس واحنا معاه ما كناش كنا عارفين ان احنا مش هنستقبل هدف. كارلوس كيروش واحنا معاه كنا عارفين مش هيتحط فينا هدف بسهوله، وكنا بنوصل معاه ضربات الجزاء، وكنا قدام كبار افريقيا كنا بنعمل حاجات ما تتعملش، مع انه عمل لعيبه وكواليتي لعيبه عالي جدا. عرفك ان الكرة المصرية عندك ما فيهاش كورة، عرفك ان انت لو ما دفعتش مش تبقى اي حاجة، عرفك كل حاجة صح. جيت النهاردة جيت البطولة دي مع فيتوريا، وراك الفضايح، جاي في فريق ما بيعرفش يلعب كورة مع مدير فني ما عندوش فكر كروي. اتفرج يا باشا، اتفرج على الرز بلبن اللي احنا بنلعب بيه، اتفرج. ده الحسنة الوحيدة اللي عملها في البطولة ان هو بعد اول ماتشين او اول ماتش عرف ان محمد النني ما ينفعش يلعب، او عرف ان مكانه مروان عطية افضل، عملها. وفي الاخر فيستك عملها ايه؟ عملها بعد ما مشي ورا الرأي العام، بعد ما اللي معاه وصلوا له، بعد ما حازم امام وصل له، دي الناس مقلوبة، دي الناس بتقول، الناس بتعيد، فلازم يمشي، لازم يمشي. انا معاك ان هو لازم يمشي، علشان طالما بيطبطبوا له، طالما بيوروا له، طالما بيحطوا له اتفضل امشي يا باشا، مش عايزينك، احنا عايزين مدير فني بشخصيه. ده اولا. ثانيا، اتحاد الكره وقصه صلاح، يعني قصه صلاح اللي بتبين لك قد ايه ان اتحاد الكره كوسه. ده انت مش عارف تدير مشكله لاعب، مخلي افضل لاعب عندك يا اما ناس بتحبه يا اما ناس بتنتقده، ومخلي الاثنين غلط، مطلع الاثنين غلط. ده حتى وصلت ان الطبيب بتاع المنتخب طلع وقال لك ان محمد صلاح ما كانش عايز يمشي، ان محمد صلاح. امال انت صفتك ايه كاتحاد كوره، وصفتك ايه كمسؤولين مسافرين مع اللعيبه توصلوا لنا المعلومه اللي صح؟
صفاتكم ايه؟ وعاملين لي صفحه على الفيس بتنزل اخبار وبتنزل بيانات ومفيش بيان رسمي بينزل صح، مفيش حاجه بتنزل صح يا باشا، مفيش معلومه بتيجي صح، ده احنا بنشحت المعلومات بنشحتها. يا راجل بطلوا بقى، بطلوا قرف، بطلوا قرف، لان الواحد زهق وقرف. مشكلة محمد صلاح مشكلة انت مش عارف تديرها، مشكلة بسيطة تطلع في نفس اليوم او تاني يوم او تالت يوم بعد ما تعمل كل اشاعاتك، بعد ما تعمل كل امورك الطبية، تطلع وتقول للناس يا جماعة محمد صلاح هيغيب من 21 يوم ل 28 يوم. يا باشا محمد صلاح هيغيب وان شاء الله يبقى في تنسيق ما بين اتحاد الكرة وما بين ليفربول عشان نشوف مصلحة اللاعب ومصلحة المنتخب. لا، اللي حصل يا جماعة محمد صلاح هيغيب عن ماتشين، ماتش دور ال 16 وماتش دور ال 8 ان شاء الله انصعدنا. بعديها بشويه او بتاني يوم يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي بيعلن رسميا ان محمد صلاح هيعود الى انجلترا. انت عايز بقى الجمهور يعمل لك ايه؟ عايز الجمهور يعمل ايه؟ عايز الجمهور ينقسم فريق هنا وفريق هناك وطلع الاخر الاثنين ايه؟ غلط. بعد ما نخرج بقى من البطوله ونقول لهم الحقيقه محمد صلاح ما كانش عايز يمشي، ان محمد صلاح اصلا هو مصاب وهيغيب 28 يوم او 21 يوم، ان محمد صلاح ممكن بمعدات في ليفربول او معدات موجوده هناك مش موجوده في كوديفوار يقدر يرجع بشكل اسرع، ده كله احنا هنعرفه لهم بس بعد ما نولع الدنيا نار ونولع الراي العام ونلهيهم في محمد صلاح ونمشي احنا في الكوسه بتاعتنا ونمشي احنا في المنطقه بتاعتنا اللي احنا ماشيين فيها صح، وخلينا احنا في الكوسه وخليهم هم في محمد صلاح. افضل لاعب عندك، افضل لاعب من افضل لعيبه في العالم موجود عندك في بلدك وانت مش عارف تستغله صح. ليه؟ لانك انت بتصدر الوش المدفع عشان تخلص كل مصالحك من تحت الترابيزه، بتصدر الوش المدفع عشان تخلص كل مصالحك من تحت الترابيزة. يا باشا ما هو في نجم يشيل الليلة واحنا الدرة وراه، احنا نسلمه تسليم اهالي وندرى وراه. سيبك بقى وفكك من اي حاجه يا عم، بلد ايه وبتاع ايه، جمهور ايه ده اللي هيقعد بيقعد لحد الساعه 1 بالليل ووراه شغل الساعه 6 الصبح وقاعدين قدام الشاشات؟ جمهور ايه ده اللي مرمى على القهاوي؟ قهاوي ايه دي اللي بتفتح علشان تسترزق من ماتشات المنتخب؟ ده كله ما تبصش يا عم، ارمي 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 ده كله، مهم المصلحه يابا، المهم المصلحه. جايين فتره وماشيين غرف داهيه بقى، امشوا ارحلوا خلاص، يعني خلاص اتكشفت. كارلوس كيروش لما وصلنا نهائي أمم أفريقيا السنة اللي فاتت وخسرناه قدام السنغال بركلات الترجيح، ولما خسرنا ماتش التصفيات المؤهلة للمونديال 2022 وخسرناه بركلات الترجيح على أرض السنغال في ملعب السنغال قدام ملايين قدام ألوفات من جماهيرهم، ده غير الفنادق اللي مليانة من جماهيرهم، وخسرنا من بركلات الترجيح، ده كله عمله مدير فني وصل أربع منتخبات قبلك كأس عالم، ووصل أربع منتخبات قبلك نهائيات بطولاتهم، وانت جاي هنا في مصر بتعاتبه ليه ما بيلعبش ده وليه بيلعب ده، بتعاتبه ليه ما بياخدش ده وليه بياخد ده، وفي الاخر اوه ده احنا ما وصلناش كاس عالم، يلا طرقه عشان مش هينفعنا، ده مش هينفعنا في مصلحتنا، احنا عايزين واحد نطبطب عليه يروح مدينا اللي احنا عايزينه، ده مش هينفعنا. كارلوس كيروش ده عنده شخصيه، ابعد ابعد، احنا مش عايزين احنا ده، احنا عايزين ده، عايزين بقى واحد ايه نعرف نسايسه ونعرف ناخد فاهم انت، نحط اللي احنا عايزينه ونشيل اللي احنا عايزينه عشان نمشي ورا الراي العام شويه وضد الراي العام شويه ونولع كله في بعضه واحنا نخلص مصالحنا. يا عم كره ايه يابا، كره ايه ده؟ ده احنا دوله قسما بالله ما ينفع علينا اي خير. كل دول افريقيا بقت متقدمه في كره القدم، اللي هم عرفوا ان كره القدم دي ممكن تفتح بلاد وممكن تدخل بلدك فلوس بعملات انت مش عارف تدخلها، هم بداوا يطوروا بكله وانت محلك سر. ليه؟ عشان في حاجات من تحت الترابيزه بتحصل محدش حاسس بيها، اهم حاجه ولع الدنيا يابا عشان كل حاجه تمشي من ايه، من ورا لورا، كل حاجه تمشي من تحت لتحت، ولع في كله ولع الراي العام كله عشان كل حاجه تخلص بمزاجنا، عشان نخلص اللي احنا عايزينه قبل ما الدنيا تتفضح، قبل ما نخرج من دور ال 16. قسما بالله اقطع دراعي من فوق لو فيتوريا ده هو اللي حاطط لعيبه كلها بمزاجه، لو فيتوريا ده ما كانش بيتلقن طول البطوله، لو فيتوريا ده مدير فني عنده شخصيه، ده مش عنده شخصيه، وقال ايه جابه عشان يوصلك كاس عالم. يا اخي توكس، يا اخي توكس ده مين اللي جاب فيتوريا وحط في شرط في العقد بتاعه ان هو لو ما وصلناش كاس عالم العقد يتلغي بالتراضي؟ مين اللي عمل العقد ده؟ اعرفه مين؟
ولازم الدولة تحاسبه، لازم اللي عمل العقد ده لازم يتحاسب. ده 9 من افريقيا يروحوا، 9 وانت تصنيفك الخامس افريقيا، 9 من افريقيا هيروحوا كاس عالم وانت تصنيفك الخامس، وايه كمان ده انت واقع في مجموعة هتصعد منها اول مجموعة ما فيهاش حد ينافسك، مجموعة ما فيهاش حد ينافسك. انت عملت ايه علشان تجيب مدير فني يأهلنا كاس عالم؟ لعيبة موجودة، كواليتي لاعبين موجودة، افضل لاعب في العالم من افضل لعيب العالم موجودة عندك، ده كله ما بتستغلوش صح ليه؟ بس كمان نص مصلحة تقدر نخلص نظبط، سيبك فكك. المهم فاهمين انتوا يا جدعان؟ يا جدعان والله احنا بيضحك علينا ومفكرنا ان احنا عندنا كوره. اتحاد كوره ما بيعرفش يدير دوري، ما بيعرفش يدير دوري. معظم نهائيات البطولات الكبيره بتجيب لها حكام اجانب، معظم نهائيات البطولات الكبيره زي كاس السوبر بتلعب في دوله اخرى، بطولات كبيره تانية بتتلعب، كاس الرابطه اللي هم عملوه جديد ده بتلعب في دوله اخرى. ليه؟ ما عندكش ملاعب؟ ما عندكش امكانيات؟ لا، عندكش مصالح في بلدك بتقضى. نروح بره نخلص كل حاجه بره بقى مع نفسنا كده وبعدين نبقى نرجع. ده الفضايح دي يا جدعان، يعني ايه الفضايح دي؟ والله فضايح، فضايح ما بتتشافش وما بتتعملش غير في مصر، فضايح ما تشوفهاش غير في مصر. محمود حماده ده متاخد على اساس ايه؟ انا مش هشيل، عشان بس ما تفهمش، انا مش هشيل لاعب مسؤوليه. لعيبه منتخب مصر نفر نفر عملوا اللي عليهم، كلهم رجاله، كلهم ادوا بما يمتلكوا، كلهم ادوا بما يمتلكوا، ولكن مفيش فنيات، مفيش سيستم بيجروا فيه. شلح وجري تكسب، شلح وجري بالروح هتجيب جوان. كلنا فرحنا وقلنا الحمد لله اللي احنا صعدنا، بس كلنا ما بصناش لقدام. اي نعم انا بصيت لقدام شوية، بس ما بصيتش ان انا ممكن اخرج من الكونغو. انا بصيت لقدام ده، انا كنت ممكن بقول ايه، هروح قدام السنغال واخرج. حلو الحمد لله بالاداء اللي احنا بنقدمه دي، البصة بتاعت المنتخب مصر السنة دي، اللي انا هروح قدام السنغال، اللي انا هكسب الكونغو واكسب اللي هيجيني من غينيا وغينيا كوناكري، هكسب واحد من الاتنين، هكسبهم يا باشا، هكسبهم يابا. انما نطلع من الكونغو بعد ما دفعت قدامها اكتر من نص ساعة عشان اوصل ضربات جزاء؟ لا، ده انا اروح بلد احسن واقعد في بلد يابا، ويلا فرجنا على محمد قفشه وابو شعيشه والدوري المصري. يعني توكسوا بقى، توكسوا بقى، خلي عندكم بطوله الاول في بلدكم وفي البلد بتاعتنا نخلي عندنا بطوله، بعد كده نبقى ندور على البطوله الافريقيه. ماشي ماشي يا جمال يا علام، ماشي ماشي يا حازم امام، يا اللي كنا بنقول عليك راجل ببدلته كده بشخصيته بحاجته هيعمل لنا حاجه في اتحاد الكوره. كلكم بعد ما بتطلعوا على الكراسي بتنسوا اي حاجه، بتنسوا انتوا جايين ليه اصلا. يقول لك جايبين فيتوري عشان يودينا كاس عالم. يا جدعان اتوكسوا بقى، اتوكسوا اتوكسوا واتوكلوا، خدوا بعضكم كده بلف بشنواتكم وتوكلوا على الله. حازم امام ما يرجعش من كوت ديفوار. يا جدعان احنا مش عايزينكم، مش عايزينكم، خلاص سيبوها كوسه كده. يعني تعرفوا اقسم بالله احنا لو ما عندناش اتحاد كوره الانديه هتدير الدنيا وهتمشي وهتبقى حلوه، احلى من اللي احنا فيه ده، احلى من المجاملات والمحاسبات وكل حاجه فيها دلوقتي، احلى من ده كله. هنشوف حاجات حلوه وهنشوف حاجات ممتعه، هنشوف حاجات احنا ما بنشوفهاش في ظل وجود ناس بتخلص مصالحها من تحت. احنا قلناها في الفيديو عادي يابا، انا ما بخافش من حد. وبعد اللي انا شفته، بعد اللي انا شفته مع منتخب مصر من قبل 2018، من قبل وصول كاس عالم، اللي انا شفته مع المنتخب، خليني اقول اكتر من كده، اللي انا شفته في الدوله دي مع كره القدم، خليني اشوفه اقول اكتر من كده. اتفرجوا على بره واتفرجوا المغرب، المغرب المغرب بتحلم تاخد كاس عالم بعد ما وصلت نص نهائي السنه اللي فاتت، وانت بتدور لي على مدير فني يأهلك كاس عالم. هقول ايه تاني؟ اما انا عمال اقول لكم توكسوا بقى واقعدوا بقى، في ايه؟ في ايه؟ اتحاد كوره في ايه؟ انا ما بتشنكش على الجماهير مثلا وكده، لا احنا بنتكلم بس الواحد من حرقته ومن ضياع الامل عنده ما فيش تملك اعصاب. لا يا باشا انا امبارح الماتش خلصان الساعه 1:30، انا خلصت الفيديو اللي هو رد فعلي ده ونزلته بحاله وماله كده، خلصت اقسم بالله انا قاعد لحد الساعه 4:30 مش عارف في ايه. حتى في ضربه الجزاء الاخيره بعد ما اتسددت بتاعت الحارس هتلاقيني في الرد فعلي قاعد عامل كده، انا مش مصدق هما كسبونا. هما كسبونا؟ لا. واللقطه الغريبه انه منزل مهند لاشين في الاخر، ومهند لاشين مش هيشوط كوره، مش هيشوط كوره،
هو منزله في الاخر عشان يشوط وهو مش هيشوط، فخسرت لاعب. فابو جبل راح، مش هنحط على اي حد. وابو جبل ابو جبل اللاعب رقم 7 الازازه جت، والله اللاعب رقم 7 محطوط تحت حرف ال، يعني ليفت يعني شمال، يعني هتروح كده ابو جبل شمالك، ها شمالك ابو جبل، هتروح شمالك حتى انت لخبطتني وعملت، هتروح شمالك ابو جبل. طب تروح يمين، كل الكور راح على يمين، كل الكور ان واحده تظبط، حتى اللي ظبطت عدت من جنبيده. ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. الواحد ما عندوش كلام تاني يقوله، الواحد قال كلمتين وفضفض كده مع كلمتين كده معاكم، علشان الواحد من امبارح قسم بالله ما عارف يعيش حياته صح. لو عجبك الفيديو عايز المشاهد عايز المتابع، خليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي، حط لايك حالا بلا فعلا للفيديو، وسبسكرايب في القناه. دمتم في امان الله.